ازيكم، اخباركم ايه؟ شباب ثانوية عامة، يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد من تاني، ومعكم اخوكم زياد الحصري. في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم مع بعض بالتفصيل عن ازاي نقدر نسجل في موقع الوزارة علشان نعمل اختبار القدرات لثانوية عامة 2022. الفيديو ده مخصص لكل الكليات اللي ليها قدرات، سواء كلية اعلام، كلية تمريض، معهد تمريض، فنون تطبيقية، فنون جميلة، كلية اعلام. مش هقول كل الكليات، بس الفيديو ده لكل الكليات. بس قبل ما اتكلم في اي حاجة، لو انت لسه اول مرة تتفرج عليا، ما تنساش تضغط لايك الفيديو ده واشتراك في القناة اهم حاجة، وتفعل زر الجرس عشان ان شاء الله الفترة اللي جاية في فيديوهات جامدة جدا ليك انت يا طالب ثانوية عامة. ويلا بينا نشوف الاوراق المطلوبة. اول مطلوب معانا هو رقم الجلوس. رقم الجلوس مهم جدا جدا جدا. مكتوب عندنا هنا رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة، وصورة منه كمان لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في ادائها. معنى الكلام ده ان انت لو عايز تعمل اختبار قدرات كلية تمريض وتربية رياضية واعلام، يبقى هتجيب 3 نسخ. ده مفهوم لكل اختبار من اختبارات القدرات، وده اول مطلوب معانا رقم الجلوس. تاني مطلوب معانا هتجيب صورة شخصية لكل اختبار انت عايز تعمله. لو هتعمل 4 اختبارات في 4 كليات، يبقى هتجيب 4 صور، ما عدا في اختبارات قدرات التربية الرياضية بتجيب صورتين. مكتوب عندنا هنا والتي تتطلب صورتين شخصيتين بالنسبة للطلاب اللي هم عايزين يعملوا اختبارات في تربية رياضية. بأي كلية عايزة صورة واحدة، إلا تربية رياضية عايزة صورتين. بعد ما عرفنا مع بعض الأوراق المطلوبة للتقديم، يلا بينا بسرعة على موقع الوزارة عشان نحجز لامتحان القدرات، واللي هسيب لك لينك الموقع ده في الديسكريبشن تحت وفي أول كومنت. أول حاجة بعملها بختار شهادة الثانوية العامة. تاني حاجة بدخل رقم الجلوس بتاعي. تالت حاجة بكتب الرقم القومي. مش كده وبس، بكتب الكود اللي بيكون موجود تحت وبضغط على الزر الأخضر دخول. أول ما بنضغط على دخول بيظهر لنا سايت تاني فيه كل الكليات المتاحة إنك تعمل فيها اختبار قدرات ليها. فنون تطبيقية، فنون جميلة، تربية نوعية، تربية موسيقية، تمريض وإعلام، وتربية رياضية، وكل الكليات قدامك. انت هتشوف انت حابب تعمل اختبار قدرات في انهي كلية منهم وبتختار. وعادي جدا لو انت اخترت كل الكليات، بس انت هتدفع كتير كده. مثلا نختار مع بعض كلية تمريض او معهد تمريض لو انا عايز اعمل القدرات فيهم. برضه عشان الناس تكون عارفة، كلية تمريض مختلفة تماما عن معهد تمريض. الاختبارات بتكون كل واحد في مكان تاني، بس الفكرة ان هما كمجال طبي كاتبينهم بس جنب بعض، لكن الاتنين مختلفين عن بعض. لو انت عايز تعمل كلية او معهد، وهتختار اما ندخل مع بعض جوه هتعرف اذا كنت انت هتختار معهد ولا كلية. وبتختار كلية التمريض وبتضغط على حفظ وطباعة الايصال اللي موجود تحت باللون الاخضر. اول ما بتضغط على الزر الاخضر دخول بيظهر لك نافذه كده صغيره بيقول لك سيتم تسجيل رغباتكم في اختبارات القدرات بتاعه الكليه او الكليات اللي انت اخترتها. الاوبشن ده هيجي لك سواء انت اخترت تمريض او اعلام او اي كليه من الموجوده، ويقول لك يا ريت ما تسجلش في كل الكليات عشان امتحان القدرات ما يتعارضش او ما يدخلش في بعضه. رقم 3 مكتوب تحت هنا هنقوم بالموافقه او هنضغط اوكي على الرساله اللي موجوده، ونضغط صح ان انت موافق او اقرار بان الرغبات المسجلة صحيحة ومش هتقدر تعدلها بعد كده. بعد كده تضغط موافق في المسج اللي تحت اللي باللون الاخضر برضو. اول ما تضغط اوكي بيظهر لك اخر موقع او اخر سايت، وده اهم سايت موجود في التسجيل كله، الايصال. الايصال ده موجود فيه كل التفاصيل الخاصة بيك اللي انت دخلتها، رقم جلوسك، الرقم القومي، اسمك، رباعي، الشعبة بتاعتك، علم علوم ولا رياضة ولا ادبي، الادارة. مش كده بس، بيكون مكتوب فيه كل التفاصيل اللي ليها علاقة بامتحان القدرات اللي انت حجزته، رقم التسجيل واسم الكلية وكمان ميعاد وتاريخ الامتحان بتاعك. الايصال ده مهم جدا جدا جدا، لو انت مروحتش بيه يبقى ما تروحش وخلاص، لازم يكون معاك وتطبعه. هتطبعه معاك وتاخده معاك يوم الامتحان. مش كده وبس، هتجيب رقم الجلوس بتاعك وصورة شخصية ليك عشان الامتحان. لو انت في اي كلية الا كلية تربية رياضية، زي ما اتفقنا في بداية الفيديو، تربية رياضية محتاجة صورتين شخصيتين. كمان بتاخد المبلغ بتاعك. ناس كتير بتسألني المبلغ بيكون كام. المبلغ بيكون في حوالي من 400 ل 450. زي ما احنا شايفين هنا كلية تمريض جامعة دمياط طالبة فيزا مش طالبة كاش، وده مش معناه ان كليتك هتعوز فيزا. في كليات ممكن تدفع في خزنة الكلية كاش، في كليات تانية ممكن تطلب
انك تدفع في فوري عادي جدا، كل كلية بتختار براحتها. هنا كلية تمريض جامعة دمياط طالبة فيزا، ويفضل لو كانت البنك الاهلي او بنك مصر زي ما اتفقنا. مين تاني وبأكد عشان دايما الاسئلة بتسأل على طول، مش لازم فيزا، كل كلية بتختار الانسب معاها وانت بتتابع مع كليتك وبتعمل حسابك بس كده. وبكده يكون مبروك عليك اختبار القدرات، وبتستنى الميعاد بتاعك اللي بيظهر لك وبتروح فيه معاك كل المستندات والاوراق دي. ولو انت مقلق من اختبار القدرات مثلا بتاع التمريض، ما تقلقش من كل حاجه، وهسيب لك في الديسكريبشن تحت لينك الفيديو الخاص بقدرات التمريض وتعمل فيها ايه وازاي تقدر تنجح فيها بكل سهوله. عايز اقول لك كمان ما تستعجلش في انك تملى الفورم دي، انت معاك من يوم الاثنين اللي هو النهارده لحد يوم 6 اغسطس، تقدر تملى الفورم دي في اي وقت من الاوقات دي. بس خد بالك ما ينفعش تملاها بعد يوم 6، لو انت مليتها بعد يوم 6 اصلا مش هينفع، لان الموقع هيقفل مش هيكون فاتح، وهيروح عليك الكلية حتى لو انت كنت جايب 100%. في اسئلة دايما بتسألني على طول برضو، طب يا عم زياد لو انا مثلا جبت 50% وانا عامل اختبار قدرات تمريض هل اقدر اخشها؟ لا مستحيل، والفلوس هتروح عليك. طيب سؤال تاني، لو انا مثلا جيت لي كلية طب بشري وانا عامل اختبار تمريض، هل الفلوس بتاعت قدرات تمريض هتروح عليا؟ ايوه الفلوس هتروح عليك. فخد بالك وما تستعجلش، لو انت مليت الفورم النهارده ممكن يجيلك امتحان بكره او بعد بكره، فاقعد كده مع نفسك واستعد وذاكر وانت معاك وقت شويه. بس بكده يكون الفيديو النهارده خلص. لو انت لسه جديد زي ما قلت لك، لايك الفيديو ده واشتراك في القناه اهم حاجه، عشان الفتره اللي جايه في فيديوهات قويه جدا 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 لازم تشوفوها. كان معاكم اخوكم زياد الحصري، وشكرا.